بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات جونيور 5، النهاردة هنتابع مع بعض يونت 1 كونسبت 1. طيب، والكونسبت ده بعنوان ايه يا ميس؟ بعنوان بلانت نيدز، يعني احتياجات النبات. طيب، واحنا تعودنا مع بعض ان احنا لينا ترتيب كده، علشان ابدأ اشرح لازم ارتب الافكار كلها علشان يبقى الشرح واضح، تمام؟ وقبل ما اشرح البلانت نيد لازم افهم بعض النقاط كده عشان الشرح يبقى سهل عليا. طيب تعالي كده يا ميس واحده واحده اشرحي في البدايه. هنكتب كده يونت 1 مع بعض، يونت 1 كونسبت 1 بلانت نيدز، يعني احتياجات البلانت. وعشان اتكلم عن البلانت لازم افهم هو فين اصلا في الايكو سيستم اللي احنا عايشين فيه. ففي البداية هبدأ بكلمة جميلة جدا اسمها ايه؟ ايكو سيستم. ميس الكلمة دي مش في اول لسون ولا لحد سكس لسون، امال فين يا ميس؟ الكلمة دي موجودة في الكونسبت الجديد التاني، بس احنا لينا ترتيب معين في الشرح، واحدة واحدة وانت هتفهم. يعني ايه كلمة ايكو سيستم؟ كلمة ايكو سيستم يعني النظام البيئي، تمام؟ والنظام البيئي ده بيتكون من حاجتين، يا اما living organism، living organism يعني كائنات حية، تمام؟ يا اما ايه كمان؟ non living organism. طب تمام، ايه ده يا ميس؟ عشان كده كنت حاطة حاجات قدامنا، هشرحها لك دلوقتي. يبقى تاني، الايكوسيستم يعني النظام البيئي، وهو بيتكون من living organism يعني كائنات حية ونون ليفنج اورجانيزم. طيب تعالي نبتدي بمين؟ بالليفنج اورجانيزم. اول كائن حي في الليفنج اورجانيزم اهو يا ميس، نمبر 1 بلانت هنشرحها دلوقتي، 2 هيومن، ايه كمان؟ نمبر 3 قول معايا انيمال، صح كده؟ يبقى انا عندي 3 حاجات هما الليفنج اورجانيزم قدامي اهم يا ميس، اهي شايفه كده قدامك، شايف دي اللي هي الكاميليون، اهي واحد من الكائنات الحيه اللي موجوده معانا اللي هي الانيمالز اللي موجوده معانا، تمام؟ ومعانا بلانت، واحنا كمان نبقى احنا كمان ايه؟ هيومن. يبقى دول الثلاث حاجات الليفنج ايه؟ اورجانيزم اللي موجودين في الايكو سيستم، يا اما يكون بلانت، يا اما يكون انيمال، يا اما تكون هيومن، تمام كده؟ تاني يا اولاد، يبقى الايكو سيستم بيتكون من كام حاجه؟ حاجتين، ليفنج اورجانيزم، ذاكر معايا يلا. مين الليفنج اورجانيزم اللي احنا نعرفهم؟ بلانت اهو قدامي، ادي البلانت اهو، تمام كده؟ ايه كمان؟ انيمال اهي زي الكاميليون، زي اي حد من الكائنات يعني، تمام؟ هيومن اللي هو مين؟ الانسان. حد كده تمام؟ تمام يا ميس، خلي دول على جنب شويه نكمل. طب امال مين النون ليفنج اورجانيزم يا ميس؟ النون ليفنج اورجانيزم سويل، التربه اهي، شايف دي التربه اللي بنزرع فيها، واضحه ولاد؟ شايفها التربه ايه فيها زرع كمان اهو، يبقى السويل. ايه كمان يا ميس؟ الووتر، الميه اللي احنا بنشربها اهي، ووتر. ايه تاني يا ميس؟ اير، الهواء اللي بنتنفسه. ايه كمان يا ميس؟ لايت، الضوء اللي قدامك، اظن انت شايف الضوء قدامك اهو، النور يعني، تمام كده؟ يبقى انا كده عرفت ان الايكو سيستم نظامي البيئي بيتكون من حاجتين، ليفنج اورجانيزم بلانت هيومن انيمال، عرفناهم طبعا. نون ليفنج اورجانيزم سويل يعني التربه، ووتر يعني الميه، اير لايت الضوء. طبعا انا مش بقول اي حاجه كده، ليها ترتيب معين. طب يلا بينا يا ميس، يبقى انا دلوقتي عرفت ان الليفنج اورجانيزم بلانت وهيومن وانيمال، صح؟ تمام. فبيقول يا ميس خدي بالك بقى من ان كلمه الليفنج اورجانيزم الكائنات الحيه يعني ليفنج اورجانيزم ديفايدد انتو، بتتقسم الى، هنقسمها لايه يا ميس؟ ثلاث حاجات. نمبر 1 بروديوسر، تاني ها بروديوسر، كمان مره بروديوسر. نمبر 2 كونسيومر، كونسيومر. نمبر 3 ديكومبوزر، ديكومبوزر. طب مش فاهم، الكائنات الحيه مقسومه لثلاث حاجات، بروديوسر يعني كائن منتج، والكائن الوحيد المنتج في الكون كله هو مين؟ البلانت
عرفت بقى انا التقسيمه دي عملتها ليه. يبقى كده عرفت ان البلانت اسمه ايه؟ بروديوسر، يعني كائن منتج. يعني ايه كلمه كائن منتج؟ يعني يقدر يحضر الاكل بتاعه او يصنع الاكل بتاعه طريقه افضل. يبقى البلانت بروديوسر عشان كان ميك اون فود، يقدر يعمل الاكل بتاعه. ايه ده يا ميس؟ طب ما ماما بتقدر تعمل لنا الاكل؟ لا، احنا بنجهز بنحضر، اما هو بيصنع الاكل، ومحدش في الكائنات خالص بيقدر يعمل الحاجه دي غير البلانت. يبقى البلانت بروديوسر. تمام ماشي يا ميس. يبقى بروديوسر كده انا بدات افهم حضرتك اهو. يبقى هنا مين؟ البلانت. يبقى البلانت بروديوسر يعني كائن منتج، بيكوز ات ميك اون فود، بيقدر يعمل الايه؟ الاكل بتاعه. طيب هاتي كونسيومر. مين كونسيومر؟ اي انيمال عندي، شايف؟ زي الكاميليون، زي الكاو، زي ايه كمان؟ كات، ها، رابت، ليون. ايه ده يا ميس؟ كلهم كونسيومر يعني مستهلك. كائن مستهلك يعني بيتغذى على كائن اخر. طيب الكاو بتاكل البلانت، صح؟ طيب الليون بياكل الكاو اللي كلت البلانت. وده في كونسبت 2 هنشرحهم بالتفصيل، انا بس كنت بفهمك اساسيات اللي احنا بنشتغل عليها. طيب الرابت بياكل الكاروت، الجزره. مين بياكل الرابت؟ احنا، الانسان او اللاين. يبقى احنا كونسيومر، كلنا كونسيومر. يبقى الكونسيومر ديبند اون انذر ليفنج اورجانيزم، كائن بيعتمد على غيره في انه يحصل على غذائه. تمام. طيب امال الديكومبوزر؟ كائنات محلله. يعني ايه يا ميس؟ يعني بعد ما الاسد يموت، وبعد ما الكاو تموت، والقطط، كلنا كده، تبدا في كائنات زي البكتيريا تعمل ايه يا ميس؟ دي كومبوز، بتحلل الاجسام بتاعتهم، يعني بتاكل الاجسام الميته. خلاص كده تمام. يبقى انا كده عرفت ان الليفنج اورجانيزم ثلاث حاجات، منهم البروديوسر، منهم كونسيومر، منهم دي كومبوزر. النبات فين بقى يا ميس؟ اهو. يبقى النبات اسمه ايه؟ بروديوسر، يعني كائن منتج. يعني معنى كده وانا بتكلم عن النبات لازم اعرف هو بينتج ايه، بيديني ايه. تمام كده اتفقنا. طب يلا بينا يا ميس. تيجي في الامتحان ازاي بقى يا ميس؟ بص كده، بلانت از دوتس. يبقى البلانت ايه يا اولاد؟ بروديوسر. يعني ايه كلمه بروديوسر يا ميس؟ يعني كائن منتج. يعني البلانت، ها، كان ميك، تقدر تصنع اون فود، تقدر تعمل الايه؟ الاكل بتاعها. طيب حلو قوي ميس. خلي بالك كده ان البلانت تقدر تعمل الاكل بتاعها في عمليه اسمها فوتو سينسس بروسيس. اسمها ايه؟ فوتو سينسس بروسيس، يعني عمليه البناء الضوئي. طب ميس بالراحه بقى، عشان افهم العمليه دي لازم الاول افهم الاستراكشر بتاعت البلانت، يعني البلانت بيتكون من ايه، وكل بارت من دول ايه الامبورتنس بتاعته، وبعدين اعرف هو عمل الفوتوسينثيس بروسيس ازاي. تمام. تاني يبقى الخطوات معايا اهي، ان البلانت ده ايه؟ بروديوسر. طب والبلانت كان ميك ايه؟ فود. ايه البروسيس اللي بيعمل فيها الفود؟ اسمها فوتوسينثيس بروسيس. تاني، فوتوسينثيس بروسيس، يبقى البروسيس اللي البلانت بيعمل فيها الفود اسمها ايه؟ فوتوسينثيس بروسيس، يعني عمليه البناء الضوئي. هنشرح بالتفصيل يعني ايه. طيب تعالي بقى يا ميس كده، عشان تبداي لازم نتعرف على اجزاء البلانت بالظبط. تمام تمام. تعالي يا ميس واحده واحده. ادي البلانت عندي، في انا جايبه بلانت هنا كده اهي. تمام، دي كده بلانت، شايفين انا طلعتها من السويل اهي. تمام، وجايبه برضو بلانت بس يعني ايه مش حقيقيه قوي، عشان اوريك الاجزاء بتاعتها. تعالي يا ميس بص كده قدامك، خلي دي وهوريك برضو الاجزاء ازاي. بص يا ميس، اول حاجه البلانت بيتكون من حاجه مدفونه جوه السويل. ماشي، ادي البلانت اهو، دي السويل التربه، وادي البلانت عامل كده. الجزء اللي تحت ده المدفون تحت اسمه روت. اسمه ايه؟ روت، يعني جذر، الجذر بتاع النبات، شايف؟ وكمان طالع له هير من الجنب كده، اللي هو الروت هير، اللي هو الشعر اللي من الجنب ده. تمام كده، برضو ده اسمه روت هير، شعيرات جذريه. طب تمام، يبقى انا كده خلصت الجزء اللي تحت الارض ده، مين؟ الروت. بعدين لقيت فرع طويل طالع كده، العمود اللي طالع ده اسمه
ستيم، اسمه ايه؟ ستيم. وبعدين لقيت من فوق كده يا ميس في ليفز، يعني الورق، الورق بتاع النبات اهو كده. في برضو تاني هنا الورق، الفروع يعني، فروع النبات الخضراء كلها اسمها ليفز. وايه كمان يا ميس لقيته؟ بص بقى لقيت ايه كمان؟ فلاور. يلا بالترتيب واحده واحده. تاني يا ميس، يبقى الاستراكشر اوف بلانت، اجزاء البلانت ايه؟ ها اول حاجه عندي مين؟ روت، ها بتبقى موجوده جوه السويل، وعندي روت هير اللي هو الشعيرات الجذريه اللي موجوده، ادي الروت اهو يا ميس، وكمان عنده روت هير اهي. وايه كمان يا ميس عندنا؟ ستيم، وبعدين عندنا ليفز، وبعدين في ايه؟ فلاور. نقول تاني الكلام، روت اللي هو الجذر اللي تحت الارض، روت هير او هير روت اللي هو الشعيرات الجذريه، وبعدين الستيم اللي هي الساق الطويله، وبعدين الليفز الاوراق اهي يا ولاد، وبعدين الفلاور. ناخد نبات تاني ونبص عليه برضو اهي. بصي يا ميس كده، دي كده نباتات اهي كلها موجوده تحت، اللي تحت دي السويل تمام، في اللي تحت في السويل اسمه روت، وبعدين تبدا ساق طويله كده تبقى موجوده كده، ساق طويله كده رفيعه اسمها ايه؟ ستيم. وبعد الستيم بلاقي الليفز تمام، وبعد الليفز بلاقي ايه؟ الفلاور. لحد كده تمام. يلا بينا يا ميس واحده واحده تقولي لي كل جزء من دول بيعمل ايه. طيب في البدايه خالص عايزه اقول لك ان البلانت عشان يعمل الفود بتاعته لازم يعملها في المصنع بتاعه تمام. فالمصنع بتاع البلانت ده، دي كده مين دي يا شباب؟ دي الليف، الورقه صح. يبقى الاوراق هي الفاكتوري، المصنع اللي بيتم فيه عمل الفود. طب ميس، وعشان النبات يعمل فود لازم ياخد ثلاث حاجات. تاني الاول، يبقى النبات بيعمل الفود فين؟ في الليفز. يبقى الليفز اللي هي الورقه بتاعت النبات هي مين؟ هي الفاكتوري اهي. جبنا ورقه اهي، بص كده خليك معايا، ادي الليفز اهي بتاعت البلانت. مالها يا ميس؟ الليفز دي هي الفاكتوري، هي المصنع اللي بيتم فيه ايه؟ ميك ايه؟ فود. طب النبات عشان يعمل اكله وعشان كل الحاجات توصل لليف لازم افكر الاول. بص النبات محتاج ايه ميس؟ قال لي محتاج ووتر، ومحتاج سي او 2 اللي هو كربون دايوكسيد، ومحتاج سان لايت. ايه ده؟ الحاجات العجيبه دي. تاني يا ميس، دي الحاجات اللي النبات محتاجها عشان يبدا يعمل الفوتوسينثس بروسس اللي هي عمليه البناء الضوئي. طيب محتاج ايه يا ميس؟ اول حاجه نمبر 1 ووتر، كربون دايوكسيد، سان لايت. تاني كده نقولهم تاني، يبقى بلانت نيد او بلانت نيد بيحتاج ها ووتر، سي او 2 اللي هو كربون دايوكسيد، ها سان لايت. يبقى دول الثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول لازم يدخلوا جوه مين؟ جوه الليفز. ليه يا ميس جوه الليفز؟ لان هي المصنع بتاع الاكل تمام. طب ميس كل الحاجات دي هتدخل جوه الليفز ازاي؟ هتدخل جوه الورق ازاي؟ بالعقل بقى واحده واحده وهنفهم. تاني تاني يا ميس، يبقى الفود او الفوتوسينثس بروسس اللي هي عمليه البناء الضوئي، فوتوسينثس بروسس العمليه اللي النبات بيعمل فيها الفود بتاعته، بتحصل فين يا ميس؟ لازم تحصل في الليفز. ينفع تعمل تحصل يعني ايه؟ او تحدث، اسمها تيك بليس. اسمها ايه؟ تيك بليس. هل ينفع تحصل في الستيم؟ لا. ينفع تحصل في الروت؟ لا. امال بتحصل فين؟ تيك بليس ان ليف، في الورقه تمام، اللي هي جرين ليفز كمان، الورقه الخضراء. طيب ليه يا ميس؟ اصل الليفز دي الفاكتوري، المصنع. طيب المصنع اللي بيعمل الاكل محتاج ثلاث حاجات عشان يكمل الفود بتاعته، ها ووتر، سي او 2، سان لايت. لازم الثلاث حاجات دول يطلعوا فين؟ للليف. طب ميس دول هيطلعوا ازاي للليفز؟ من السويل، من تحت ومن الهواء ومن كل حاجه. تعالى واحده واحده واحنا هنفكر مع بعض ونحلها. بص يا ميس ده النبات اهو، تعالي بقى واحده واحده. في الاول النبات محتاج ووتر صح كده يا اولاد؟ احنا محتاجين ايه؟ ووتر، ومحتاجه ان الووتر تطلع للليف من فوق، ادي الليف اهي، ومحتاجه ان الووتر تطلع لها خلاص. طيب ازاي الووتر تطلع فوق يا ميس؟ طب ما ميس سهله، ما كب عليها ميه من فوق. لا، هي لازم تاخدها منين؟ من السويل. بص النبات اهو جوه، اهو النبات جوه اهو، وادي الليفز بتاعته اهي، واضحه اولاد كده؟ خليك معايا تاني، ادي السويل وادي البلانت
وادي الليفز، يبقى جوه في السويل دفنت مين؟ الروت، وبعدين عندي ستيم، وبعدين عندي ليفز، وعندي فلاور. يلا بالترتيب بقى ميس. طالما انا حطيت ميه هنا، بص كده خليك معايا، هحط ميه على السويل كده، تمام؟ تبدا الميه تنزل تحت، صح كده؟ تمام. ويبدا مين اللي يسحبها؟ قالي الروت هو المسؤول انه يشفط الميه اللي في السويل ويطلعها للستيم. صعبه كده؟ تاني يا ميس. يبقى كده اول حاجه كان عندي روت، الروت ده مدفون فين يا شباب؟ في السويل اهي، ادي الروت وموجود جوه مين؟ السويل. يبقى الروت ابزورب، يعني بيمتص. ابزورب يعني ايه؟ يمتص. بيمتص مين؟ الووتر. منين يا ميس؟ فروم ها سويل، ويطلعها فين؟ ينفع يطلعها للليفز؟ لا طبعا، هو بيوصلها للبارت اللي بعديه على طول، اللي هو مين يا شباب؟ الستيم اهو، شايفينها كده؟ يبقى تو مين؟ ستيم. يبقى انا كده وصلت الاول خطوه ميس. بس حضرتك قلتي ان احنا عايزين نطلع الووتر للليف. خطوه خطوه بالراحه. تاني يا ميس، اول حاجه الووتر نزلتها في السويل، مين جوه السويل اهي اللي مليان طينه ده؟ ده الروت. فالروت فايدته ايه يا ميس؟ الفانكشن بتاعته ابزورب، بيمتص الووتر من السويل ويدخلها فين؟ للستيم. طب حلو قوي، تقوم الستيم بقى تعمل ايه يا ميس؟ تاخد الووتر وتطلعها لمين؟ للليفز، صح كده. يبقى الستيم عملت ايه؟ ترانسبورت، نقلت، مفيش مش ابزورب بقى، ترانسبورت يعني نقلت او شالت، حملتها يعني. ترانسبورت ووتر، خدت الووتر. ينفع الستيم تنزل السويل؟ ينفع الستيم دي تنزل السويل؟ قال لي لا، الستيم بتاخد من الروت. يبقى ترانسبورت ووتر من الروت، فروم روت ها، ودتها فين؟ تو مين؟ تو ليفز. يبقى احنا كده عملنا الدور بتاعنا. صعبه؟ تاني يا ميس. يبقى انا كده الليفز اهي، تاني حبيبتي ادي الليفز اهي يا ميس، الورقه بتاعتي اهي. الورقه دي محتاجه ادخل لها ووتر، محتاجه ادخل لها سي او 2، محتاجه ادخل لها لايت عشان تقدر تعمل ايه؟ الفود بتاعتها. فين؟ في الفوتو ها سينسس بروسس. اسمها ايه يا شباب؟ فوتو سينسس بروسس. تعالي الاول واحده خالص يا ميس، مين يجيب لي الووتر؟ قال لي هنجيبها على مرحلتين. اول مرحله اهي، حطيت ميه قدامي هنا في السويل، النبات يطلعها ازاي يا ميس؟ قال لي سهله جدا، تنزل الورقه دي تشرب الميه من التربه؟ لا. ينفع الستيم تنزل التربه السويل؟ لا. امال مين اللي موجود جواها؟ مين؟ الروت. يبقى الروت ابزورب ووتر، يبقى الروت كان تحت اخد الووتر ووداها فين؟ للستيم. خدها منين؟ من السويل. صعبه؟ يوم الستيم بقى يعمل ايه بعدها؟ ياخد الووتر من مين؟ من الروت، ويوديها لمين؟ للليفز. ها كده تمام ميس. يبقى احنا كده وصلنا اول حاجه اللي هي مين؟ الووتر. صعبه؟ تمام. بعد كده، بعد كده عندي مين؟ السي او 2 اللي هو ليه اسم تاني، اسمه كربون دايوكسيد. اسمه ايه يا شباب؟ كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد يدخل جوه الليفز ازاي يا ميس؟ عجيبه دي. قال لي لا، ما هو الكربون دايوكسيد زي اي جاز، اي جاز بيدخل ازاي في جسمنا؟ عن طريق اما الماوث يا اما النوز، يعني عن طريق فتحات موجوده، صح؟ برضو البلانت او الليفز عندها فتحات موجوده عليها كده على الورقه، واضحه يا ولاد كده في الشرح؟ بص كده عندها فتحات كده اهي كده. ايه ده يا ميس؟ دي عندها فعلا اوبننج، فتحات موجوده، اسمها ايه؟ ستوميدا. اسمها ايه؟ ستوميدا. تاني، يبقى الاوبننج سمول اوبننج اون ليفز، يعني فتحات صغيره على الليفز، ليها اسم يا ميس؟ اه ستوميدا، هي بالتي بس بتتنطق بالدي. ستوميدا يعني الصغور. يعني ايه الصغور؟ يعني فتحات شبه النوز وشبه الماوس. بتسمح بايه يا ميس الصغور دي؟ اهي شايفه الصغور دي، هرسم لك الورقه كده وفاهمها لك بقى. بصي كده يا ميس، ادي الصغور اهي، الاوبننج دي سمول اوبننج. بتعمل ايه يا ميس؟ قال لي الاو بتسمح اهي، الاو سي او 2 و او 2 جو انتو
and out، يعني بتسمح للجازس اي جاز في الدنيا go into يدخل جوه او out يطلع بره الليفز. ميس طب انت حضرتك قلتي ان احنا محتاجين CO2 بس، ما ده CO2 بنحتاجه امتى؟ في الفوتوسينسس بروسس. لكن النبات كائن زينا بيتنفس ايه؟ اكسجين في الريسبيريشن، يبقى برضو ساعات بيدخل الاكسجين صح؟ طيب خلينا بس في السي او 2 دلوقتي. يبقى السي او 2 دخلت منين يا ميس؟ من الاستامي ده، وجبناها منين؟ من الاير صح؟ تاني يا ميس بص كده نقارن بقى، ادي الووتر وادي السي او 2 كده تمام. الووتر جبناها منين يا ميس؟ من السويل. السي او 2 جبناها منين؟ من الاير. مين اللي سلمني الووتر؟ قال لي الروت سلمها لمين؟ للستم. صعبه كده تمام. امال مين اللي جاب لي السي او 2 من الاير؟ ستومي ده اللي هي الصغور يعني. صعبه كده ولا تمام؟ طبعا لما تكبر بقى تعرف ان عدد الصغور من فوق اقل من اللي تحت، عشان لازم تبقى الصغور مستخبيه، العدد الكبير مستخبي عشان ما تفقدش ميه. طيب لحد كده احنا تمام قوي في حاجه اسمها ترانسبيريشن النتح يعني، بس مش علينا. طب بصي بقى يا ميس كده دخلنا في الورقه اهي، عندي بقى جواها ووتر وجواها سي او 2 اهي، جواها ووتر وجواها ايه كمان؟ سي او 2. حلو قوي. فاضل ندخل ايه جوه الورقه يا ميس؟ سان لايت صح؟ تعالي كده، فاضل ندخل مين؟ سان لايت. دي معجزه بقى. ليه؟ السان لايت ده اسمه لايت انرجي، طاقه. لايت انرجي شكل يعني حاجه غير مش ملموسه صح كده. ميس ازاي اللايت يدخل جوه البلانت؟ عادي. طب ما احنا بنقف في الشمس، مش احنا ساعات بنقف في الشمس والشمس بتيجي على جسمنا وبتدفينا؟ لا، دي كده بتعمل يعني ايه، انت ما بتعملش امتصاص ليها، يعني جسمك ما بيتدخلش جواه سان لايت، انما البلانت بيدخل جواه سان لايت. ازاي يا ميس؟ هل يقدر يدخل السان لايت؟ ايه القدرة العجيبة في الليفز اللي تخليها تسحب السان لايت؟ قال لي سبحان الله. فالورقة فيها حاجة اسمها يونيك ستراكتشر. تاني اسمها ايه؟ يونيك ستراكتشر. يعني ايه ميس؟ يعني تركيب مختلف او تركيب شاذ، حاجة مش موجودة غير في البلانت اونلي، حاجة في البلانت بس. يعني ايه ميس؟ يعني في تركيب موجود جوه الورقة مش ممكن تلاقيه في اي حد تاني، يعني مش بيبقى موجود في الستيم ولا في الروت ولا في الانسان ولا في الحيوان، هو موجود بس في الليفز، في الجرين ليفز. حاجه كده تحت الميكروسكوب طبعا بتبقى باينه عامله كده، برضو هو سمول ستراكشر بس اسمها يونيك ستراكشر، يعني تركيب شاذ بيبقى عامل كده. انا عملتها بلون مختلف عشان تبقى واضحه بس يا اولاد اهي. بصي يا ميس التركيب المختلف ده اسمه ايه يا ميس؟ يبقى يونيك ستراكشر يعني تركيب مختلف. اسمها ايه؟ كان زمان على ايامنا احنا اسمها بلاستيدا خضراء، يعني جرين بلاستيد. طوروها دلوقتي وسموها كلوروبلاست. اسمها ايه يا شباب؟ كلوروبلاست. تاني كلوروبلاست. تاني كلوروبلاست. تاني كمان مره كلوروبلاست. والكلوروبلاست دي لما فتحوها لقوا جواها ماده غريبه جدا اسمها ايه؟ كلوروفيل. يعني بالعربي اسمها كلوروفيل، مادة لونها جرين خضرة. تاني يا ميس يبقى احنا فتحنا الورقة لقينا فيها يونيك ستراكشر، تركيب مختلف، والتركيب المختلف ده ماله؟ قال لي اسمه كلوروبلاست، وليه اسم تاني سوري، وعنده مادة معينة اسمها ايه؟ كلوروفيل. اسمها ايه؟ كلوروفيل. كلوروفيل لونها ايه؟ جرين. المادة دي سبحان الله لها قدرة عجيبة على انها absorb sunlight، بتسحب sunlight، take sunlight. يبقى الكلوروفيل كلوروفيل absorb sunlight، بدأ يمتص مين؟ sunlight، ويدخله جوه مين؟ الليفز طبعا تمام كده. يبقى absorb sunlight، وتبدأ بقى العملية الجميلة دي، ان انا عندي water وعندي CO2 وعندنا sun ايه؟ light. يبقى الووتر بلس سي او 2 in the presence of. يعني ايه كلمه presence of؟ في وجود. presence of يعني وجود، في وجود مين؟ السان لايت. يبدا النبات
يكون الأكل بتاعه، فيعمل عملية اسمها photosynthesis process. photosynthesis process يعني البناء الضوئي، يعني هيبني الغذاء من الضوء. طب ميس ويطلع ايه؟ بريديوس ايه؟ عرفت بقى ان انا قلتلك ان البلانت بريديوسر يعني لازم يطلع حاجة. هيطلع ايه ميس؟ فود بلس اكسجين. الله ايه ده؟ تاني كده يا ميس. يبقى البلانت بريديوس اداني ايه؟ فود وايه؟ واكسجين. خليك معايا. يبقى الفوتوسينسس بروسس، فوتوسينسس بروسس بريديوس ادتني ريليز، طلعت ايه؟ ايه كمان؟ ماشي كفايه دول. بريديوس وريليز، طلعت ايه ميس كده؟ فود ها بلس اكسجين. جميل. طبعا الاكسجين ده بنستخدمه للتنفس في الريسبيريشن. طيب ممكن تيجي بشكل تاني، بلانت، جرين بلانت، يعني جرين بلانت از ذا مين سورس، هو المصدر الرئيسي. مين سورس اوف، مصدر لمين؟ فود. برافو عليك. وايه كمان؟ واكسجين، يعني للغذاء والايه؟ والاكسجين. طب جميل ميس، هو مش الغذاء ده النبات بيجيبه من التربه؟ لا، ودي هنشرحها واحنا بنتكلم عن الجيرمينيشن. التربه حبيبي فيها ووتر، وفيها حاجه اسمها نيوترينت اللي هي مينرال سولت، الاملاح المعدنيه. اما الفود ده الحاجه اللي النبات بيعملها. خلاص. طب تعالي كده شوفي انواع الفود اللي اتعملت ايه. ما هو الفود اللي النبات عمله ده في الورقه في الليفز ليه كذا نوع. ايه ممكن النبات يكون عامل؟ شوجر. تمام. الفود ده شوجر او ستارش. ايه كمان؟ بروتين. ممكن يكون ايه تاني؟ فات. علينا النهارده او المره دي اكتر نوع موجود اللي هو مين؟ الشوجر. يعني لو قال لي ان البلانت بريديوس انتج ايه، ممكن اقول له شوجر بلس اكسجين، تنفع. خلاص. طب والشوجر ليه اسم تاني؟ جلوكوز. نوع السكر اسمه جلوكوز شوجر. صعبه كده ولاد؟ تاني. يبقى الفود اللي ممكن الكائن يعمله اللي هو البلانت عملت ايه؟ شوجر، ستارش، بروتين، فات. شوجر، ستارش، بروتين، فات. واضح كده؟ بس الكتابه واضحه، كتابه بس واضحه. تمام. تمام. طب نوع الشوجر ايه ميس؟ جلوكوز شوجر. صعبه كده ولاد؟ تمام. طبعا الاسئله دي هتلاقيها متكرره جدا معاك في الاكسرسايز، انا حللك كل الاكسرسايز اللي موجود في المين بوك. اتفقنا؟ طب كملي يا ميس. كده البلانت عمل الفود بتاعته صح. طيب شوف ايه تاني الجزء اللي ممكن نقوله مع بعض كده. النبات ماشي اوكي. ممكن نقول برضو السؤال ده جميل قوي. يبقى البلانت النبات يوز يعني استخدم او كونسيوم استهلك ايه يا ميس؟ نقط جاز. ايوه. ان فوتو سينسس بروسس اند بريديوس دوتس جاز. يعني النبات في الفوتو سينسس بروسس استخدم مين يا شباب؟ سي او 2، لكن بريديوس وطلع لي او 2 اللي هو الاكسجين. طب ميس لو كتبتها بشكل تاني، بلانت، ما هو البلانت ليفنج اورجانيزم، يوز الكاميليون راحت فين؟ اهي. بلانت يوز دوتس جاز ان ريسبيريشن اند بريديوس دوتس جاز. بصي يا ميس، البلانت اثناء الريسبيريشن هو زي بالظبط يستخدم ايه؟ O2 جاز وبريديوس CO2 جاز. صعبة كده ولاد؟ ها؟ حد كده مش فاهم؟ طيب لخصي لي كده اللي قلتيه يا ميس. يبقى أنا كده دلوقتي عندي مين يا ترى اللي أبزورب، بتمتص الووتر من السويل تو ستيم، ها دي الروت. طب مين اللي كاري، بينقل الووتر من الروت ويدخلها فين؟ للليفز. مين اللي عمل الحركة دي؟ ستيم. طيب بارت اوف بلانت، جزء في النبات، كان ميك فود، حتة في النبات هي اللي بتعمل الأكل فيها. إن إت، يبقى مين؟ ليفز. حلوة قوي. طيب اللاو، بتسمح
جاز جو ان اند اوت ليفز. مين اللي بيخلي الجاز يدخل ويخرج من الليفز؟ ها استامي ده حلو قوي. طب يا ميس مين اللي بيعمل ابزور بسان لايت؟ حاجه بتعمل ابزور بالسان لايت اهي يونيك ستراكشر تركيب مختلف كان ابزور بسان لايت. مين يا شباب؟ قال لي كلوروبلاست. اسمها ايه؟ كلوروبلاست. طيب مين السؤال بقى؟ انا كده لما النبات عمل الفوتوسينثس بروسيس هو عمل تشينج لللايت انرجي صح؟ اه وخلاها تشينج انتو اتحولت الى ها تشينج انتو حولها لايه؟ ايوه ايه ده ساوند لا امال ايه هيت لا امال ايه ميس؟ مش هو عمل فود؟ يبقى كيميكال. ايوه كده كيميكال انرجي متخزن فين؟ ستورد ان فود. يبقى اللايت انرجي تشينج انتو كيميكال انرجي ان فوتو سينسس بروسيس. ها يا اولاد صعبه؟ بتهيألي كده ان احنا قلنا كل الاجزاء اللي تخص الايه الفوتو سينسس بروسيس. اه سؤال جميل برضو بيقول لي ايه حلوه الحته دي بيقول لي ايه بلانت كان ميك فود ان ذا ابسنس اوف سان لايت. في غياب الضوء البلانت يقدر يعمل اكله في غياب ابسنس يعني غياب غياب الضوء طبعا لا لازم بريسنس اوف ايه اوف لايت. طب اوكي يعني بتهيالي كده ان احنا ماشي. ممكن اقول برضو سؤال تاني سؤال حلو قوي بيقول لي ايه بروسيس عمليه ان ويتش فيها البلانت النبات كان ميك اون فود يعني فيها النبات بيعمل الاكل بتاعه تبقى مين؟ ها فوتو سينسس بروسيس. برافو. طب ممكن اسال سؤال هو ليه البلانت ميك فود عمل اكله؟ قال لي ميس عشان الاكل ده بيديله انرجي يبقى تو جيت انرجي. تو جيت ايه؟ انرجي. يبقى الفود بيدي للنبات الانرجي بتاعته تمام كده. طب ميس هو عايز انرجي ليه؟ هو النبات هيطلع يجري؟ لا امال مديله انرجي ليه؟ تو دو اول فيتال اكتيفيتيز عشان يقدر يعمل الاكتيفيتي بتاعته اللي فاضله تمام. يبقى البلانت ميك فود تو جيت ايه؟ انرجي. يبقى النبات محتاج الاكل عشان يعمل ايه؟ يبقى عنده انرجي. ممكن تيجي بشكل تاني فود بروفايد بلانت بتدي البلانت فود بروفايد بلانت ويذ انرجي يعني الفود بيمد النبات بالطاقه. لحد كده بتهيالي انا قلت حاجه كل حاجه في الجزئيه دي خلاص. بص ناكد برضو علشان ما يبقاش فيها ايه حاجه مختلفه. قلنا كل دول تمام وقلنا برضو الاستوميدا هتلاقيني برضو حللك اكسرسايز اون ليسون 3 موجود قدامك. طب بص يا ميس ممكن نقول حاجه كمان تخص الجزئيه دي بالمره. نقول الفلوم والثانيه بالمره عشان نبقى ايه برضو قلنا كل الاجزاء. طيب بصي كده يا ميس احنا اتفقنا ان الروت هو اللي بينقل الووتر من السويل اهو ده الروت هيبدا ياخد الووتر من السويل من تحت ويطلعها للستيم صح كده. طيب الستيم بقى المفروض تنقل الووتر لمين؟ للليفز. طب ميس الليفز عملت الفود بتاعتها مش الليفز عامله الفود دلوقتي كله؟ طيب المفروض بقى ان الفود اللي اتعمل جوه الليفز يتنقل لكل بارت في البلانت ازاي؟ تاني تاني يا ميس اول حاجه الروت اهي مبلوله نقلت الووتر من مين؟ من السويل طلعتها فين؟ للستيم. الستيم بدورها هتنقل الووتر للليفز.
طب ميس مليفز عملت الفود خلاص وخلصته زي ما ماما بتخلص الاكل، المفروض ان هي بتقدم لنا كلنا الاكل صح. الليفز بقى هتقدم الاكل ازاي للفلاور، هتقدم الاكل ازاي للليف للستيم، هتقدمه ازاي للروت، هتقدمه لكل جزء من البلانت ازاي. ادي قصه بقى، تعالى معايا بقى كده، بص كده خليك معايا. النبات عنده حاجه اسمها ترانسبورت سيستم، اسمه ايه؟ ترانسبورت سيستم. كمان مره، اسمه ايه يا اولاد؟ ترانسبورت سيستم. تاني، النبات عنده ايه؟ ترانسبورت سيستم، يعني جهاز نقل بينقل. طب مين اللي بينقل بقى يا ميس؟ خليك معايا وانا هعرفها لك بالترتيب. بص يا ميس، دي الروت اللي تحت، خلاص ده الروت اللي متلون بالاسود كده، ده الروت اهي لحد الحته دي كده الروت، خلاص. طيب بعد الروت في الستيم اهي، وبعد الستيم لقيت حاجات طالعه من الورقه، فروع برضو طالعه من الورقه. بص كده، اللي هي العنق دي شايفها اهي، الانابيب دي، انا هشيل كده الورقه عشان تشوفها. شايف الانابيب دي؟ دي كده، دي ليها دور. اه طبعا يا ميس، بص بقى بنروحها كده واحده واحده. انا عندي حاجه اسمها زيلم، اسمها ايه؟ زيلم. دي جوه الستيم، الستيم من هنا كده من بعد الروت لحد ما توصل للليف، اسمها ايه؟ من جوه زيلم، ده وعاء او تيوب انبوبه بتمشي جواها الميه، اسمها ايه؟ زيلم. يبقى الزيلم بيعمل ايه يا ميس؟ كاري، بينقل الووتر، بياخدها من مين؟ من الروت اهي، من الروت تو، ويوديها لمين؟ للليفز. ووتر وطبعا والنيوترينت اللي هي الايه؟ المينرال سولت اللي موجوده في التربه. تاني يا ميس، ده الروت اللي موجود في السويل اهي، تعالي هنا واضحه اكتر. بصي يا ميس، ده الروت اللي موجود في السويل، اخد الووتر وداه للستيم. الستيم بقى ده الجزء الناقل اللي موجود، اللي هو اسمه ترانسبورت سيستم، الحته دي والحته دي. تبدا الحته دي اللي هتاخد الووتر من الروت وتطلعه للليفز، اسمها ايه؟ اسمها زيلم. اسمها ايه؟ زيلم. كمان مره، اسمها ايه؟ زيلم. تاني، اسمها ايه؟ زيلم. خلاص ماشي ميس، الليفز عملت الاكل، عايزه بقى تنقل الاكل منها، توديه للستيم وتوديه للفلاور وتوديه لكل مكان جواها، تعمل ايه يا ترى؟ بص كده هتعمل ايه؟ قالي بص يا ميس، شايفه الاجزاء اللي جنب الورقه من تحت دي؟ شايفه دي باينه اولاد اهي؟ دي اسمها فلوام. اسمها ايه؟ فلوام. العروق اللي طالعه دي كده اسمها ايه؟ فلوام. تبدا الفلوام تاخد الفود من الليفز وتوديها لكل بارتس في البلانت. تاني، اسمها ايه يا شباب؟ فلوام. اسمها ايه؟ فلوام. تعمل ايه الفلوام؟ كاري. ينفع اقول كاري ووتر؟ لا، الفلوام بتاخد الفود من الليفز وتدخله جوه، جوه مين بقى؟ جوه البارتس بتاعه البلانت. يبقى كاري فود، نقلت الفود فروم leaves to all parts of plant. تاني يا ميس، يبقى انا كده عندي transport system، جهاز نقل جوه الايه؟ النبات. مين الجهاز الناقل ده؟ قال لي اهو يا ميس، واضح وبوضوح. اول حاجه عندك الروت، مالناش دعوه بيها، هناخد من اول الستيم. الستيم جواها حاجه اسمها زيلم. اسمها ايه؟ زيلم. تعمل ايه يا ميس الزيلم؟ بتاخد الووتر من الروت وتطلعها للليفز. يبقى كاري ووتر فروم روت تو ليفز. طب ميس، الليفز خلصت الدور بتاعها وعملت الفود. قال لي جوه بعد الليفز كده بتلاقي فروع كده اهي، باينه هنا اكتر اهي، شايف دول كده؟ دول اسمهم ايه؟ فلوام. ده تيوب تانيه. الفلوام بتعمل ايه؟ تدخل جواها الفود. يبقى هتاخد الفود من الليفز وتوديه لمين؟ للفلاور. ومين كمان؟ والستيم. ومين تاني؟ والليفز. يبقى معنى كده ان هي خدت الفود من الليفز تو اول بارتس اوف بلانت. صعبه كده يا ولاد؟ يبقى انا كده شرحنا كل حاجه تخص المين، الفوتوسينثيس بروسيس وكل الاجزاء دي، تمام كده؟ تابع معايا اكسرسايز بقى 3، هتلاقي فيه كل الاسئله دي. تمام، شكرا.